متماسرة يمنيون يستقدمون آلاف الشباب للدفاع عن الحدود السعودية بشكل غير رسمي. محارق موت يقتل فيها مجندون غير مدربين. غالباً ما تكون الفاقة وراء مجيئهم للقتال في تلك الجبال الشاهقة. هل يموت هؤلاء نيابة عن الجنود السعوديين؟ أهلا بكم. ملف الحرب على الحدود السعودية ملف محاط بالغموض الإعلامي والتكتم الرسمي. منذ شهور تقوم السعودية بالتنسيق مع سماسرة يمنيين لاستقدام آلاف الشباب اليمنيين للقتال ضد الحوثيين في جبهات الحدود، فيما يبدو أنها سياسة سعودية جديدة للتضحية بمجندين يمنيين من خارج المؤسسة العسكرية للموت بدلا عن الجنود السعوديين الذين كانوا يقاتلون في تلك الجبهات سابقا. من المسؤول عن هؤلاء الضحايا؟ ولماذا تصمت الحكومة الشرعية عن هذه الفضائح التي ترتكب خلافا للقانون؟ مهم الوثاق له مفقود، قلت مفقود. يروي حكاية مقتل ابنه ماجد الذي أخذوه للحرب في جبهة علب بالحدود السعودية دفاعا عن المملكة، لكن ماجد ذهب ولم يعد هو أو جثته. السعوديون أرسلوا لوالده 3000 ريال سعودي هي رواتبه وثمنه معا. نقول له 3000 سعودي صار لي من 164400. قصة العم عبد الله الخولاني يرويها عن أولاده الذين ذهبوا للمعارك على الحدود السعودية. ابنه ماجد قتل، شقيقه محمد أصيب في جبهة البوقع وما زال منذ 3 أشهر يتلقى العلاج في مأرب، فيما الابن الآخر سيف ذهب إلى البوقع لكنه عاد بعد 3 أشهر. العم عبد الله الخولاني يروي حكاية تختزل أوجاع اليمنيين في حربهم وتختزل قصص مئات الشباب ممن تم استقطابهم وإرسالهم إلى الجبهات داخل الأراضي السعودية مقابل مبالغ مالية ووعود بالتجنيد، لكن أي من ذلك لم يحصل. ونحن نستطع أن نبني جيش نسوقهم إلى محارق. هذا معيب 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 أن يذهبوا أولادنا الآن. إذا جيت تبحث عن أبناء المنطقة دي ما يقابل 20 فرد الآن الذي سقطوا في البوق، لم تصل جثثهم. ارتفعت الأصوات مؤخرا في تعز مطالبة بالكشف عن المتورطين بالسمسرة وعملية التجنيد، وسط تأكيدات أن قيادات عسكرية عملت على جلب المقاتلين من الجبهات إلى الجبهات الحدودية مقابل عمولات نظير كل مقاتل. وغادرت من محافظة تعز إلى مأرب، وكان هناك في تشكيل لواء للأساس على القتال في محافظة القوف وكلها أراضي يمنية، فتعسكرت معهم هناك، ثم جاءت أوامر بأن اللواء ينتقل إلى محور علب، إلى جبهة علب، فدخلنا إلى هناك إلى الحدود السعودية وقاتلنا 8 أشهر. كيف لما دخلتم الحدود السعودية؟ دخلتم بجوازات دخلنا ببطائق، واستمرينا هناك 8 أشهر في القتال، وحققنا بفضل الله وحمده انتصارات كثيرة. وبعد 8 أشهر طلبنا منهم أجايز فرفضوا أن يجيبوا لنا أجايز. 400 فرد طالبنا بالترحيل وترحلنا. جاءت أوامر بالانتقال لجبهة علب، سرعان ما تبخرت الآمال أمام المقاتلين على حدود المملكة، فلم يحصلوا على رقم عسكري أو ما يثبت انتماءهم للمؤسسة العسكرية اليمنية أو حتى رواتبهم الموعودة. يقول محتجون إن هذه المحارق التي يتعرض لها المقاتلون اليمنيون على الحدود السعودية هي نتيجة استغلال الحاجة المادية واستغلال الاندفاع لخوض المعركة، فيما يرى مراقبون أن عدم وضوح المعركة التي تخوضها السعودية وتعاملها مع اليمنيين كمرتزقة على حدودها يضع تساؤلات كثيرة. إذا ما كان اليمنيون يخوضون حرب استعادة الجمهورية والدولة أم أنها حرب سعودية، حيث تسببت عمليات التحشيد للقتال على حدود المملكة في إغفال المعركة الوطنية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية والد أحد المجندين في الحدود السعودية محمد حسن النقيب، وسينضم معه آخرون أيضا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. نعم، أنت والد أحد المجندين الذين ذهبوا للقتال في الحدود السعودية، احكي لنا
حكاية ولدك يعني بالتفصيل لو سمحت. في يوم من الأيام الصباح الباكر أحد الجيران يقول لي ابنك ذهب إلى الوديعة إلى منفذ الوديعة. فاستغربت كيف ذهب إلى منفذ الوديعة وابني خرج من البيت لا يمتلك 1000 ريال. من الذي أخذه؟ كيف تم أخذه؟ من الذي قام ب من سهل له الإجراءات حتى إنه ذهب إلى هناك؟ نعم. استفسرت حول الموضوع من الناس القريبين أصحاب البقالة. قبل ذلك أستاذ محمد تفاجأت يعني صدمت. نعم قبل ذلك كم عمر ابنك؟ ابني يعني 18 سنة ناقص شهرين، 17 سنة وعشر أشهر. نعم. إذا تفضل. بعد أن استفسرت ماذا حصلت على المعلومات؟ عندما استفسرت كيف أنه ذهب ابني وغادر المنزل لأول مرة في حياته، استفسرته من الجيران من أصحاب البقالات المتواجدين بالشارع كون البيت يعني قريبة من الشارع. نعم. قالوا إن هناك سيارات يعني باصات أصحاب باصات يأخذونهم وثم يقومون بتوصيلهم إلى منفذ الوديعة، حيث أنهم في الطريق يقومون ب يعني بمعنى أنهم يأكلوهم ويشربوهم هناك في الطريق حتى يوصلوهم إلى منفذ الوديعة، ثم يقبضون الثمن هناك بحيث أن المقنط يذهب ولا يمتلك في جيبه ريال واحد. الذين أوصلوهم يقبضون ثمنهم ثم يستلمونهم، يقبضون الثمن من أشخاص هناك في منفذ الوديعة، ناس متخصصين بهذا الجانب يسمى تفويق. يمنيين أيضا وكأنهم يفوقون حقاق. يمنيين كمان. أيوة يمنيين يقومون بتفويق ها؟ يعني اللي سفروا ولدك يمنيين، واللي استقبلوهم أيضا وأعطوا السماسرة فلوس برضو يمنيين. يمنيين استقبلونهم يمنيين. طيب يعني هل من المعقول انه يعني في هذاك اليوم فقط هم جو اخذوا ابنك، ولا تحس ان كان في ترتيبات مسبقه، تواصل، حكوا لهم، او فجاه تعالوا معنا وهم راحوا بكل بساطه؟ بعدين انا عندما استفسرت عن الموضوع يعني قمت بعمليه بحث شامل حول الموضوع. بعدين أنا عندما استفسرت عن الموضوع اكتشفت أنهم يقومون بعملية ترويج، وأن هناك أناس يروجون يعني أن هناك في البقع، وأن هناك يستلمون فلوس، وأنه سوف تغير مجرى حياتكم، سوف تبنون، سوف تتزوجون، سوف تحصلون، وخاصة أن هناك كان قطع للراتب، قطع ممنهج. وعندما تم قطع الراتب يعني حصل هناك عوز لدى الأسر لدى الناس، فاستغلوا هذا العوز وكأنه قطع الراتب كان له ارتباط بهذا الدور، بحيث أنه يأخذون أبناءنا يدافعون على الحدود السعودية. وعندما وصلوا إلى هناك يستقبلونهم الأطراف يقومون بدفع الأموال. الأموال هذه يدفع منها إلى أصحاب الباصات ويشترونهم وكأنهم سلع، وكأن أبناءنا يباعون في سوق النخاسة ويقومون بشرائهم. كل واحد يعني قيل لي أنه يستلم الأول 500 ريال سعودي ثم يبيعوه للطرف الثاني بألف سعودي، ثم يشتريه الطرف الثالث بألف 1500 ريال سعودي، ثم يقومون بزقه إلى داخل الحدود السعودية، ثم يقوم بتدريب يومين، وثم يقوم بزقه بعد يومين من التدريب إلى المعارك. إذا كان يعني يومين يزق بهم إلى المعارك هذا إجرام، هذا لا يجوز. نعم. وعندما استفسرنا قالوا قمت بالاتصال بابني. نعم. قمت بالاتصال بابني، يا ابني انا قلت لك لا تذهب، لماذا ذهبت؟ لماذا كذا؟ لماذا انت متهور؟ يعني يستغلون طيش الشباب. نعم. الولد طائش في سن طيش، هم يستغلون هذا الطيش. فقلت له لماذا ذهبت يا ابني؟ قال انا يا ابي لم اذهب للقتال، وانما قالوا لي ان هناك معسكر جديد، المعسكر الجديد سوف يطرحوننا نحن الصغار في المطابخ لاعداد الطعام. قلت له يا ابني الطباخ بحاجه الى شهرين حتى اتعلم الطباخه. ثم اتصل لي قال يريدون ان يزقوننا في المعارك. قلت له يا ابني انت قلت تروح للطباخه، فالطباخ بحاجه الى يومين
من أجل أن بحاجة إلى شهرين ليتعلم كيف يطبخ. فكيف وأنت جلست في المعسكر يومين ثم يزقون فيك بالمعارك؟ يعني وكأنهم يبيعون فلذات أكبادنا في سوق النخاسة. طيب يعني بعد ما قال لك أنه رايح يعني للجبهات القتال كيف تصرفت معه؟ قلت له يرجع؟ هل يعني استطاع أنه يرجع ببساطة؟ كيف الوضع؟ ما عاد إلا يعني بعد رسائل كثيرة تواصلت معه. تواصلت معه، استغليت الجانب العاطفي ثم أرسلت له بعض الرسائل على تلفوني الخاص. أما أنا وشعوري يعني وكأني سهم خر من قوسه فوقع على الجدار فانكسر، حتى أني كتبت بعض الأبيات، قلت أبا القلم ولامست يدي وفرت الكلمات من فمي، وإنني وبفعلهم مشوش الأفكار مسلوب دمي. هذا فلذتك بيدك، يعني كل يوم وأنت تنظر إلى وجهه ثم يغادر المنزل. ولا أين يغادر؟ لا يغادر إلى العمل، لا يغادر إلى الجامعة، لا يغادر إلى أي، يعني على أساس أنه ابنك لن يعود. يعني أنت متوقع أنه سوف يعني يرجع إليك ولن يعود، حتى جثتنا هامدة لن يعود. معرض للقنص، معرض للألغام، معرض لجميع أنواع المخاطر. فاستغليت الجانب العاطفي لدى ابني فأرسلت له بعض الرسائل، حتى أني قلت له يا ابني يعني الحزن أصبح في البيت ملازم، ليلنا طويل ونهارنا حزين، وأمك كل يوم تنظر إلى فراشك ودمع تساقط من عينيها كأنها حبات البرد. ولكن الابن عندما قالوا له البس القعبة وسوف نقوم بتوزيع يعني بأخذكم إلى الصحراء ومن ثم تروحون إلى جبهة صعدة، الابن يعني استوعب أن الأمر فيه لعبة. هناك عقل الابن استوعب أن الأمر يعني ما في إلا أرواح. قال لهم مش يعني على ما على هذا اتفقنا؟ أنتم قلتم لنا سوف نقوم بعملية الطبخ في داخل المعسكر، أما العمليات العسكرية بحاجة إلى ناس يقومون بهذه العمليات، أما نحن لا نستطيع أن نقوم. طيب وهل لما رفض أنه يروح لجبهة القتال هل أعدوا بسهولة يعني، أو كيف تصرفوا معه لما قال لا أنا ما بروح؟ حجزوه في المعسكر، ولكن الرجل يعني هو بعض الزملاء يعني هربوا من داخل المعسكر وجلسوا بالخارج. قال جلسنا 3 أيام ننام على الرصيف وفي داخل الجامع ولا يمتلكون ريال واحد. وبعد ذلك كنت أتواصل معه بالتلفون قبل أن يعود إلى، كان يشتي أوراق الثبوتية رقم الجلوس وعلى أساس رقم الجلوس كان محجوز لدى قائد المعسكر، يطالبهم يقول لهم نحن صرفنا عليكم، نحن أكلناكم في الطريق، نحن صرفنا لكم، نحن دفعنا إيجار الباصات، يجب عليكم أن تدفعوا. طيب وبعدين إيش عمل؟ كيف لما هل يعني كيف رجع؟ رجع بعدين قمت بعملية تحويل له مبلغ من المال عن طريق الكريمي، وصل هناك استلم البياس من الكريمي وقام باستئجار دباب هو بعض زملائه حتى وصل الى المنطقه الى بيته. طيب يعني بالتاكيد اول ما جاء حكى لك يعني كم عددهم اللي شافوهم هناك وتدربوا خلال يومين؟ هل بعض الزملاء اللي كانوا معه ذهبوا فعلا لجبهات القتال؟ كيف الوضع؟ ايش حكى لك بالضبط؟ ايش حصل؟ في ناس من المنطقه كثيرين ذهبوا وعادوا، ومنهم من لم يعد، ومنهم من رجع يعني بلا يد وبلا رجل، منهم من عاد بفلوس ثم تزوج ثم ذهب ومات. يعني ما جلس في بيت العرس إلا شهر ثم ذهب إلى الجبهة ثم يعني عادوا، قالوا لأهلي إنه مات. وحتى أن بونس من القرية كثير ذهبوا، وهو هذا الذي عمل عملية يعني ترويج للناس. بعض الناس كانوا يعودون بفلوس وكانت المعارك يعني طيب اسمح لي كان في بدايه الامر ليس يعني هناك معارك. طيب سيد محمد يعني اسمح لي، هل هؤلاء الناس يعني انت قلت لي انه في عدد لا باس به ذهب من القريه، هؤلاء الناس الذين يقومون بهذا الترويج هل هم معروفين؟ هل هم من القريه؟ هل ما زالوا في عمليه الترويج وسحب الشباب؟ ما الوضع الان في القرى؟ أنا قلت كما كلمتكم من البداية عندما استفسرت عن الموضوع وسألت أصحاب البقالات قالوا هناك رحلات أسبوعية. قالوا هناك يعني رحلات أسبوعية كل سبت
من المنطقة يذهبون يتجمعون الشباب في نقطة معينة ثم يأتي أصحاب الباصات. هناك مجموعة من أصحاب الباصات، حتى أني سميتها قلت هذه ليس الباصات لتوصيل الناس إلى بر الأمان، أما باصاتكم هذه توصل الناس إلى الموت إلى المهالك، يعني أصبحت ليست باصات هذه نعوش، يعني فلذات أكبادنا تتاجرون بها. ثم أعطوني رقم لأحد السواقين، اتصلت به وكانوا حتى ما زالوا في الطريق إلى هناك. قلت له ابني أعرفه من رأسك، كيف تبيع أبناءنا؟ كيف أليس لك أبناء؟ أليس لك أولاد؟ لماذا تبيع أبناءنا هكذا يعني وكأنهم يعني سلع رخيصة من أجل أن تتقاضى النقود؟ ألا تشعر أن هناك أسر ستنهار؟ ألم تلاحظ أن هناك أسر ستنهار بسبب فعلكم هذا؟ أشرد عليك، ولكن هناك العمل متعلق، هناك العمل متعلق بأصحاب الباصات. رد علي قال لي ابنك هو أتى برضاء واختياره. قلت له صح ابني أتى برضاء يعني أتى إليكم برضاه، ما أصملتموش ولكن أنتم أغريتموه بالمال. ابني خرج من البيت لا يمتلك 1000 ريال، فكيف أنكم وصلتموه إلى هناك؟ أنتم من قمتم بإيصاله، أنتم من شجعتموه. ابني لا يمتلك حق السفر إلى هناك، وحتى لو كان يريد أن يذهب ولكن لا يمتلك المال الذي طيب يوصله إلى هناك. أستاذ محمد يعني قمتم بعملية إيصاله إلى هناك. نعم، يعني ربما الأمر يكون فيه نوع من الإغراء بالمال والكذب أيضا على هؤلاء الشباب الذين لديهم ربما يعني روح حماسية للقتال ولتكوين أنفسهم أيضا في ظل الأوضاع، ولكن يعني بعد عودة مجموعة من هؤلاء الشباب ألم يحدث هناك نوع ما توعية للبقية؟ لا تصدقوا هؤلاء الذين يغرونكم بالمال، الوضع ليس كما يقولون، لن تذهبوا للطباخة، يعني محاولة على الأقل إنقاذ البقية؟ إذا لم يتعظوا من الجثث ومن الناس الذي قد قالوا لنا بأن هناك ناس ماتوا وأخبروا أسرهم بأنهم ماتوا وأمهاتهم وأباهم لم يروا جثثهم لم يروا صورهم ثم يقومون بدفنهم هناك، فإذا لم يتعظوا بالموت هذا فكيف سيتعظون بغيره؟ هناك طيش شبابنا فيه طيش، فيه حماسة زيادة على المعلوم، ثم أضف فوق الطيش والحماسة هناك يعني بسبب توقف الرواتب وأصبح هناك عوز لدى الأسر، وأصبح الابن يشعر بالتقصير ويريد أن يساهم ويقول لك أنا وحظي الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أسر يعني عاشت الأمرين بسبب هذا الفعل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد حسن النقيب، والحمد لله على سلامة ولدك وعودته إليك. وأنت أريد أن أوجه كلمة. تفضل بعد إذنك لو سمحت أستاذ آسيا. أنا أريد أن أوجه إلى السلطات الرسمية، لأنه العمل هذا أنا باعتقادي أنه عمل ممنهج. قلنا أن الرحلات أسبوعية يتم استقبالهم بشكل أسبوعي ويتم ترحيلهم إلى منفذ الوديعة، يعني أين السلطات الرسمية؟ أين فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ أين فخامة نائب رئيس الجمهورية؟ أين الأخ محافظ محافظة التعز؟ يعني بالأخير هذا أبناؤنا، هؤلاء فلذات أكبادنا، أريد أن أوصل لهم هذه الرسالة. أبناؤنا مكانهم المدارس، يمسكون في أيديهم القلم والدفتر وليس يمسكون السلاح. أقل أكثر ما كان يعني يقلقني ويطير ويجعل النوم يطير من عيني عندما أقول يعني ابني سوف يستخدم السلاح هذا في يده، قد يضر نفسه قد يضر زملائه، ما بالك كيف سيستخدمه باتجاه الأعداء؟ هذا ما أريد أن أوجهه عبر شاشتكم شاشة بلقيس، ولكم الشكر الكثير على الاهتمام بهذا الموضوع. نعم، أتمنى أن تصل رسالتك للمعنيين بالأمر، ورسالتنا أيضا في هذه الحلقة. شيء للحقيقة يوجع القلب أن يحدث هذا الشيء لشبابنا بهذه البساطة كما قلت وبهذا الأمر الممنهج ربما. شكرا جزيلا لك محمد حسن النقيب، والد أحد المجندين في الحدود السعودية والذين عادوا بسلامة الله، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وينضم معنا عبر الهاتف وليد الخولاني وهو جندي سابق ومهتم بملف التجنيد من تعز أيضا. مساء الخير أستاذ وليد. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. أهلا بك. بعد استماعنا لقصة رواها والد أحد هؤلاء المجندين، أتمنى أن يعني توضح لنا الصورة أكبر عن هذا الملف، ملف تجنيد الشباب والذهاب بهم إلى محرقة الحدود السعودية.
جبهه البقعه هي بالك الثقب الاسود الذي تحمل عشرات من شبابنا كل يوم دون ان يفترق احد بارواحهم التي تساقط. اوكلت تحالف مهمه قياده جبهه البقع لمشايخ لا تحمل اي مؤهلات عسكريه ولم تتخرج من اي مدارس قتاليه او معاهد عسكري ولا تنتمي للمؤسسه العسكريه ولا باي صفه من الصفات. هؤلاء عباره عن مشايخ عتوا او سلموهم معسكرات، وهؤلاء المشايخ جندوا لهم بعض السماسره والمناديب في جميع المحافظات على مستوى الجمهوريه. يقوم مهمه هؤلاء المناديب تجميع الشباب من القرى مستغلين عوزهم وفقرهم وحاجتهم وفاقتهم لكي ياخذوهم من الاسواق ومن المدن ويذهبوا بهم الى منطقه الوديعه، ومن هناك يمروا بهم الى معسكرات. هذه المعسكرات هي عباره عن معسكرات تؤويهم لمده يوم او يومين، يسلم لهم السلاح فيه ثم على طول الى الجبهه. المتعارف عليه في جميع المعسكرات في جميع الجيوش العالميه ان الجندي عندما يبدا بالتجنيد يخضع لفحوصات اللياقه البدنيه والصحيه والطبيه، ثم يذهب الى معسكرات للتدريب والتاهيل لاكسابيه خبرات قتاليه ومهاريه، وبعد عدة سنوات وبعدة دورات من الصاعقة والمهارات والمظلات دورات متعددة، ثم يزج في الجبهات وقد اكتسب خبرة قتالية ومهارية. لكن يعني بهذا الشكل يومين وكأننا في مطاعم وجبات سريعة. نعم، إذا يعني برأيك لما تسمح الشرعية وزارة الدفاع بهذا الأمر الذي يحدث، خاصة يعني أنه بشكل غير رسمي، لا توجد أرقام عسكرية، لا يوجد سجلات لهؤلاء المجندين، لا يوجد أي إشراف حقيقي تحت أي قيادة عسكرية. يعني الأمر كما تحدث والد أحد العائدين، يعني يتم أسبوعيا موجودين هؤلاء المروجين وأصحاب الباصات الذين يرسلون هؤلاء الشباب، يعني أيضا على الحدود منفذ الوديعة لا أحد يسائلهم إلى أين تذهبون، النقاط الأمنية، وكأن الأمر مرتب له ولكن بطريقة غير رسمية. ما رأيك؟ أنا أحمل القيادة الشرعية ورئاسة أركان وزارة الدفاع المسؤولية. لا يعقل أنهم ليس لهم علم، لأن هؤلاء السماسرة متواجدين على طول البلاد وعرضها ويمرون في النقاط العسكرية والمنازل الحدودية، بل ويقوم بعض المسؤولين بزيارة هذه الجبهات وخصوصا جبهة البقع. جبهة البقع هذه هي الجبهة المنسية التي تتعامى الشرعية وتتعامى التحالف عن النظر إليها، وكأن في الأمر شيء. ومعظم الذين يسقطون في هذه الجبهات هم من الجنوبيين أو من أبناء تعز أو من أبناء إب وطابين وذمار وعثمان، وكأن هذا الأمر مستهدف استهداف ممنهج. استغلوا عوز الناس وفقرهم وفي ظل انقطاع الرواتب، ولا نعلم لماذا يصم المسؤولين آذانهم وعموا عيونهم عن مشاهدة هذه الكارثة التي تسرح كل يوم آلاف عشرات الأنفس جراء هذا التجاهل. هناك شيء أود أن أقوله، أن هؤلاء المشايخ يعينوا كقادة ألوية، وهذه نادرة على مستوى العالم أن يأتي بشيخ يعين قائد لواء، وأيضا يتم استقطاب الجنود، ويقال لي بأن السماسرة هؤلاء يذهبون حتى لاستقطاب جنود من اللواء الآخر المجاور له. يعني هذاك اللواء يجيب له 1000 ريال يقول له أنا بجيب لك 1500 2000 اكثر، فيحدث افراق احيانا للالويه المتواجده في الجبهه هذه نفسها. نعم، الالويه الرسميه. احد العائدين الالويه الرسميه، ايوه، وكذلك الالويه المتواجده في طاقه تعز يتم افراغها من المجندين يعني بشكل رهيب. يقول لي احد العائدين اليوم التقيت فيه، يقول لي بانهم توجد محاور عسكريه في البقع وصعده، هذه هي المحاور توجد، لا توجد على المسرح العملياتي والقتالي، وانما توجد في كشوفات المرتبات. نعم، اذا يعني ما طبيعه المعركه التي يزوجون بها هؤلاء،
خاصة إذا ما عرفنا أن التدريب فقط يومان، يعني شيء لا يعقل كما تفضلت وتفضل والد الشاب محمد النقيب الذي كان معنا قبل ذلك. يعني ربما أنت تعرف المنطقة التي هناك وتعرف تضاريسها بشكل أكبر. الذي أفهمه أنا من خلال ما يدور يومين فقط ويعطى لهم أسلحة خفيفة، يقولون معظم العائدين من هناك أنهم أكبر سلاح عندهم بحوالي 14.5 و23، هي 23، ما يعني أنهم يذهبون بهم إلى هناك لغرض الدفاع فقط وليس الهجوم، خصوصا أنهم لا يمتلكوا دبابات ولا مدفعية ذاتية الحركة ولا يمتلكون أي أسلحة ثقيلة. هذا يعني أن من يذهب إلى هناك لغرض الدفاع، وهذا مفهوم في جميع المصطلحات العسكرية بأنه يأتي يذهب هؤلاء للدفاع ليس للهجوم. نعم، لكن يعني ما الذي سيقدمه هؤلاء وهم دون خبرة عسكرية دون تدريب؟ ما الدفاع الذي سيقومون به؟ لن يقدموا هؤلاء شيء. ماذا سيقدم مجند يعني تدرب لمدة يومين أمام ميليشيات مدربة تدريب عالي بخبرات إيرانية ومن حزب الله، وكذلك معظمهم كانوا جنود سابقين في الجيش وفي الأمن وفي الحرس وفي معظم الوحدات العسكرية، كانت الهاشمية السياسية تزقبهم في جميع المعسكرات. كنت أنا أحد منتسبي الحرس الجمهوري، وكان هناك هاشميين يرتدون مناصب عسكرية وكانوا يقاتلون معنا ويتسترون، ولكن اكتشفناهم بأنهم خونة أتوا وجندوا الكثير من الهاشمية السياسية من الهاشميين لغرض تدريبهم تدريب عالي في ألوية النخبة كالحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي. فماذا سيعمل هؤلاء المجندين لمدة يومين أمام هكذا الناس يمتلكون مهارة قتالية؟ نعم، إذن يعني من يقتل من هؤلاء الشباب؟ كيف يتم التعامل معه؟ هل تعاد جثته؟ هل يصرف له راتب لأهله؟ كيف يتم التعامل معه؟ من يقتل أنا أتحداهم أن يأتوني بقتيل واحد من أبناء المنطقة أعاد جثته. من يقتل يدفن هناك في صحاري البقع وفي هضابها، لا تعود أسرته، لا يعودون بجثته إلى أسرته. وهنا ايضا ناس من ابناء عمومتنا ومن اقاربنا ومعارفنا مفقودون الى الان، لم يقبلوا ولا اعلم اين هم ولا اين مصيرهم. يبلغوك بان ابنك توفى واخوك توفى، فقد استشهاد، اين جثته لا اعلم. وهكذا نعم، اتمنى ان تكون وضحت الصوره بالنسبه للمعنيين وبالنسبه ايضا للساده المشاهدين. شكرا جزيلا لك وليد الخولاني الجندي السابق والمهتم بملف التجنيد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وينضم معنا عبر الاقمار الصناعيه ايضا المحامي عمر الحميري من تعز. مساء الخير استاذ عمر. مساء النور ومرحبا بقناة بلقيس. أهلا وجمهورها الكريم. أهلا بك أستاذ عمر، وبالتأكيد استمعت لي يعني أحاديث ضيوفنا الأعزاء، فكيف تتابع أنت قضية هذا التجنيد الانتحاري التجاري ربما لآلاف الشباب في الحدود السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما يحدث في ملف تجنيد المرتزقة يعتبر ملف غير مسبوق في المنطقة، ويعتبر أيضا من حيث الكم والنوع أكبر عملية تجنيد للمرتزقة، ونحن مضطرون قانونا لوصف هذه العملية بالارتزاق، ووصف هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى الأراضي السعودية للقتال بدلا عن الجيش السعودي بأنهم مرتزقة، من حيث المعطيات القانونية الميدانية التي تعتبر مكتملة لوصف المرتزق. هذه العملية كبيرة ويقودها شبكة سماسرة، يحميهم لوبيات، تحميهم ضباط كبار في الجيش اليمني، هناك علم ودراية كاملة من قبل قيادات عسكرية ذات في رأس السلطة، لها علم بما يحدث من استقدام للشباب من الجبهات في الداخل اليمني وخصوصا في مدينة تعز. يتم سحب الشباب من الجبهات للقتال في داخل الحدود السعودية نيابة عن الجيش السعودي.
هذه العملية كبيرة وضخمة ويتم فيها إدرار الكثير من الأموال. الجيش السعودي يخفف من تكاليف الحرب حيث أنه يخسر الكثير على جنوده والضحايا الذين يخسرهم في المعارك على الحدود، وبالتالي يعتبر المقاتل اليمني أكثر قدرة على القتال، رغم أن المقاتل اليمني لا يتلقى التدريب الكافي. نعم يعني ولكنه يعتبر مقارنة أي قدرة. نعم. أقل تكلفة. نعم يعني يعتبر من حيث الشجاعة، لكن يعتبر أيضا أقل تكلفة. نعم يزج بهم يتم في هذه المعارك الشباب. نعم. اليمني في الخطوط المتقدمة. نعم ربما يعني وأنت تتحدث الكريمة. عن وجود أسماء كبيرة في قيادات الجيش، يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الملف أستاذ عمر؟ يعني إذا فعلا ثبت تورط قادة عسكريين لأزج بهؤلاء الشباب، وأيضا يتم خديعتهم، يعني أنت تقول التوصيف ربما مرتزق، إذا كان ربما بعلمه ودرايته يقبل بهذه المهمة أن يذهب في لأراضي الغير للقتال، ولكن حين يقال لك أنت ستذهب في نقاط أمنية أو في المناطق المحررة، وبعضهم يقال لهم ستذهبون فقط للطباخة في المعسكرات، ثم يكتشفون بعد ذلك ما يحدث. هناك سياقان لوصف هذه العملية. أولا في القانون الدولي العام يعتبر تجنيد المرتزقة جريمة. هناك اتفاقية تسمى اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم. هذه الاتفاقية صدرت عن الأمم المتحدة، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 89، وتم العمل بها عام 2001. أيضا على السياق الداخلي في القانون اليمني تعتبر هذه جريمة، أن يتم تسرب شباب محسوبين على الجيش الوطني يستلمون رواتبهم من الجيش الوطني، وأيضا يتم سحبهم إلى داخل الأراضي السعودية للقتال. هذه جريمة. هناك عدة مواد في القانون، قانون الجرائم والعقوبات العسكرية اليمني، يعاقب أولا الجندي الفار من ساحة المعركة أثناء المعارك القتالية. في المادة 55 من القانون اليمني، قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل جندي هرب من الخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان. وأيضا السماسرة الذين يقومون بتوريط الشباب وخداعهم واستقلابهم، وأيضا السعي وتدبير المبالغ الكافية لتوصيلهم إلى الحدود يعتبر جريمة، عملهم جريمة، يعاقب عليها القانون في المادة 56، حيث أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل شخص أقنع غيره بالفرار أو سعى أو دبر أو ساعد على ذلك أثناء خدمة الميدان. وأيضا إهمال القادة وتراخيهم عن القيام بواجبهم وحماية الشباب من الزج بهم في هذه المحارق. هناك تقصير، عقوبة تقصيرية، وهذه تعتبر جريمة في نظر القانون العسكري اليمني، حيث نصت المادة 57 عذرا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص كان مطلعا على عزم أحد الأفراد من الفرار ولم يبلغ ضابطه الأعلى بذلك، أو لم يتخذ ما في وسعه من الاحتياطات الكافية والوسائل للقبض عليه وإثناءه عن ذلك. القيادات العسكرية مطلعة على حجم العملية، حجم عملية تفويق المقاتلين. نعم لنقل أستاذ عمر، تواصلنا مع هيئة الأركان، تواصلنا مع قيادات عسكرية في الجيش اليمني داخل محافظة تعز، جميعهم على علم بما يحدث. ماذا ردوا عليكم؟ بماذا؟ أولا نسألهم هل هذا في نظركم يعتبر أمر قانوني، تفويق المقاتلين وسحبهم من الميدان؟ يقولون هذا يعتبر غير قانوني، وهؤلاء الشباب الذاهبين إلى الحدود ليسوا محسوبين على الجيش اليمني وليسوا منا، ونحن لسنا مسؤولين عن جراحهم، لسنا مسؤولين عن مستحقاتهم إذا استشهد أو توفي أحدهم، لسنا مسؤولين وليسوا محسوبين علينا، بينما يتم خداع الشباب من داخل الجبهات وسحبهم من داخل. نعم إذن يعني أستاذ عمر، إنكم ستذهبون للخدمة في الجيش اليمني. نعم أستاذ عمر، يعني لا يعني لا ألوم يعني القيادة العسكرية، وتتحدث أن هؤلاء شباب ليسوا منا ولست مسؤول عنهم، يعني هذا وضع طبيعي طالما هو ليس مجند، لكن أنا أستغرب يعني منذ أخذ هؤلاء الشباب والترويج لهم وخداعهم في قراهم ذهابا بالمناطق المحررة، يعني أن هناك نقاط عسكرية مروا عليها، باصات ذاهبة وباصات آتية يثير الشك والتساؤل، وصولهم إلى المنفذ وتم بيعهم بالرأس بطريقة يعني أقل ما يقال عنها مرعبة، أن أتعامل مع شخص يعني ويحسب بالرأس، يعني وكأنه حاشا السامعين قطيع غنم يعني يباع.
ألا يوجد يعني أحد هزته مثل هذه المواقف منذ القرية وحتى وصلهم إلى المنفذ؟ لديه مسؤولية، لديه منصب معين يستطيع أن يوقف هذه المهزلة؟ يعني أين السلطة المحلية في تعز؟ أين من هم يعني أدنى رتبة؟ من هم يعني أمر مستغرب تماما أن يحدث هذا الشيء بشكل متواتر وأسبوعي، يعني كما قال أحد والد أحد العائدين. هذا التفويق مستمر منذ أشهر طويلة وربما العام. التفويق مستمر وبصفة رسمية، ويتم استقطاب الشباب وتجميعهم بالقرب من مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني، من أشخاص بعضهم محسوبين على الجيش الوطني، أفراد في الجيش يعرفهم قادة الجبهات. أسماء السماسرة، جمعنا أسماء السماسرة والتقينا بشباب عائدين من المحارق الحدود نقوا وعادوا، والتقينا أيضا بشباب يستعدون للذهاب وحاولنا إثناءهم. استطعنا الحصول على عدد من أسماء السماسرة وتواصلنا مع القيادة العسكرية، مع القائم بأعمال قيادة المحور في تعز، مع أيضا عدد من قادة الألوية. أبلغناهم بأن هناك سماسرة وما يحدث، جميعهم على علم. تفاجأنا بأنهم يعرفون ذلك وأنهم حسب قولهم غير راضين على ما يحدث، ولكن القانون يستوجب عليهم القيام بإجراءات لازمة وفورية بمنع هذا الاستقطاب، كون المستقطبين شباب ينتمون للجيش الوطني، وأيضا بعضهم موجودون في الجبهات، ولكن بسبب إهمال مستحقاتهم وعدم تجنيدهم يضطر الشباب إلى الذهاب إلى الحدود للعمل كأنه عمل وكأنها وظيفة للحصول على مبالغ مالية. الشباب لا يدركون حجم التضحيات التي يقدمونها، لا يعرفون أنهم خارج سياق العمل الوطني. هذه العملية لا تتم وفق سياق وطني. المملكة العربية السعودية والتحالف العربي عندما تدخل في اليمن تم استدعائه بصفة رسمية من قبل رئيس الجمهورية، ولكن عندما يتم استقطاب الشباب اليمني من داخل المحافظات والجبهات للقتال داخل حدود السعودية، يتم ذلك بصفة مخفية وبصورة مخجلة ومخزية وغير رسمية، ولا تحترم السيادة اليمنية، وفي استغلال كبير للعلاقة والترابط في المعركة الذي يحدث، ولكن دون ما احترام لحق السيادة، دون ما احترام للأطر والبروتوكولات العسكرية اللازم على القيادة العسكرية السعودية أن تلتزم بها وأن تحافظ على حقوق المجندين اليمنيين الذاهبين للقتال في داخل حدودها. ما الذي يمنع المملكة العربية السعودية أن تطلب رسميا من الجيش اليمني تفويق وإرسال جنود بكتائب بقياداتها الرسمية وبصفة رسمية؟ ما الذي يمنع غير أن هذا الأمر استهتار واستخفاف بالدم اليمني، وأيضا عدم تحمل المسؤولية، وأيضا تجنبا للمسؤولية التاريخية والمسؤولية القانونية تجاه هؤلاء الشباب الذين يضحون بأنفسهم في معارك ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. نعم، إذا يعني إذا كان قادة الألوية كما تفضلت قيادة المحور يعني على أعلى مستوى لديهم علم، هم ليسوا راضين ولكن في نفس الوقت لم يتخذوا أي إجراء، يعني من الملام هنا وما الذي يجب عليهم فعله، وكيف يمكن أن نضغط عليهم حتى يتم اتخاذ اللازم في مسألة تفويج هؤلاء الشباب، وربما مدينتهم أحق بهم إن كان عليهم الذهاب للقتال فليقاتلوا داخل مدينتهم؟ في المسؤولية العسكرية وفي المسؤولية من يتحمل مسؤولية تجاه الوطن والمواطن ويكون في منصب رسمي عليه أن يتحمل مسؤوليته، وعليه أن لا يكتفي بالقول. نحن لا نصدق القيادات العسكرية بأنها غير راضية، نحن مقتنعون بأنهم راضون عما يحدث، وأنهم ربما لديهم مصالح من هذا التفويق ومن هذا الاستقطاب للشباب التعزي ومن الشباب اليمني بشكل عام. لديهم علم والقانون يجبرهم ويلزمهم باتخاذ إجراءات رادعة، يجبرهم أيضا بفصل كل جندي يتخلف عن المعركة إذا غاب شهرين، ولكن هناك نوع من المصالح المتبادلة، نوع من إرضاء الجارة الكبرى، نوع من الاستخفاف بالتضحيات، الاستخفاف بالدم، استخفاف بتعطش الشباب للحصول على حريتهم، للحصول على الكرامة، بالحصول أيضا على تحسين وضعهم المادي. الشباب يظنون بأنهم ذاهبون لتحسين وضعهم المادي، ولكن ما يحدث أنهم ذاهبون للتضحية بأنفسهم من غير المستحقات. القيادة العسكرية تقول لنا هؤلاء الشباب ليسوا محسوبين علينا،
ويجب أن يسمع الشباب الذاهبين إلى المحارق محارق الحدود هذه الرسالة من قادتهم: لستم محسوبون علينا، ولستم جرحى محسوبون علينا، وليس لكم أي حقوق. وهذا ما سمعناه من القائم بأعمال قائد المحور، قال هؤلاء ليسوا تابعين لنا ولسنا مسؤولين عنهم، ولكن المسؤولية القانونية توجب على قيادة المحور وتوجب على قادة الألوية القبض على السماسرة، وهم معروفون بالاسم وتم الرفع بأسمائهم، ويشتغلون أيضا من خلال في محيط تواجد الجيش الوطني وفي محيط سيطرتها، سيطرة الجيش الوطني أيضا معروفون بالاسم ويتحركون بكل أريحية. السماسرة يقبضون مبالغ وهم في تزايد، السماسرة الآن يتزايدون بحكم المغريات التي تحصل، يتم التجارة الاتجار بالبشر، وفي عملية أكبر عملية تجنيد للمرتزقة في الشرق الأوسط. آلاف الشباب التعزي وآلاف الشباب اليمني في محافظة أخرى، نحن لا ننسى أيضا أن هناك شباب من محافظة إب، من محافظة حجة، من محافظة عدن، حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هناك استقطاب للشباب، إغراءهم بالمال، وهم لا يعرفون أنهم ذاهبون للتضحية من غير أي مقابل. المبالغ التي تصرف لهم تافهة، بينما طبيعة التعامل الذي يحصلون عليه هناك فيه الكثير من امتهان الكرامة. يبلغونهم عندما يعترضون على أي من التفاصيل العسكرية والتحركات: أنتم مجرد مرتزقة. هذه الرسالة سمعناها من شباب عائدين من هناك، قالوا: هذا أكثر ما يحز في نفوسنا، أننا نضحي من أجل الحدود السعودية ويتم وصفنا بأننا مرتزقة. وهذه هي الحقيقة، أنهم يعاملون كالمرتزقة، وأيضا عندما يقتل أحدهم يتم التخلص من جثته وإبلاغ أهله وكأنه لا شيء، أيضا لا يتم تجنيد هؤلاء الشباب، بينما يتم إيهامهم بأنهم جنود وصرف بطائق وهمية على أنها محسوبة على الجيش الوطني اليمني، بينما ذلك ليس صحيح. وقيادة العسكرية في اليمن تنفي علاقتها بهؤلاء الشباب، ولكن البقية الواجب على هذه القيادات أن تتحلى بمسؤوليتها وأن تقف في وجه هذا الاستغلال للاقتصاد اليمني المنهار وحاجة الشباب للقمة العيش. معظم الشباب الذاهبون هناك لا يحملون قضية تجاه الحدود السعودية وليس لهم علاقة فيها، ولا يعلمون طبيعة المعارك هناك، ولكن ذاهبون للحصول على مبالغ مالية من أجل أن يعود أحدهم ليتزوج ويعود الآخر ليشتري يعني بندقية ربما تم داخل قادة الألوية كما تفضلت، وتم يعني والسماسرة يتحركون براحتهم في محيط الجيش الوطني. هل تم إبلاغ يعني القيادات على أعلى مستوى، وزير الدفاع المقدشي القابع في مأرب علي محسن الذي يعني يجلس في الرياض، رئاسة الجمهورية الرئيس هادي بحكم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يجري من سمسرة وبيع لهؤلاء الشباب؟ تواصلنا الشخصي نحن في مجموعة الناشطين الذين يعملون على هذه القضية والمهتمين بهذه القضية، تواصلنا مع هيئة أركان الجيش اليمني وأبلغناهم بما يحدث، وتفاجأنا بأنهم على علم. ونحن لا نستبعد أن نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الأحمر مطلع على تفاصيل هذه العمليات، كونه مقيم في مأرب وكونه مطلع على تفاصيل العمليات العسكرية. هذه العمليات ليست خفية وتتم لما يسكتون كبيرة إذن؟ يعني هذه إشكالية كبيرة أستاذ عمر، يعني أن يسكت على يعني مجنديه وعلى أيضا مدنيين يذهبون ليقاتلوا في أرض غير أرضهم ومعركة غير معركتهم ودون التزام أخلاقي لهؤلاء أيضا الذين يذهبون واعتبارهم مجرد مرتزقة، لما يسكتون على ذلك؟ هذه مسؤولية تاريخية، ربما الارتباطات الشخصية، ربما المصالح المتبادلة بين قادة الجيش الوطني وربما قادة السياسيين على يعني أعلى مستوى، رسمي كما تفضل. ولا ننفي أيضا أن يكون نائب رئيس الجمهورية مطلع. أنا أخشى يعني أن يكون لكل واحد منهم نصيب في الرأس هذا الذي يباع للأسف الشديد، يعني نعم لا نستبعد ذلك نهائيا، من خلال حجم العملية الكبيرة. يتم تفويج يوميا باصات إلى داخل السعودية، إذا كانت الباصات نعم تخرج من تعز يوميا وبعض أحيان خلال ثلاثة أستاذ أيام. أستاذ عمر إذا سمحت لي يعني حتى أستفيد منك لآخر لحظة، ما هي مهمة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني لتوعية هؤلاء الشباب على الأقل لعدم الذهاب إلى هذه المحارق؟ هناك مسؤولية كبيرة على الناشطين، هناك عدد قليل من الناشطين يعملون على هذا الملف، بينما هناك مسؤولية وطنية ومسؤولية دينية ومسؤولية قانونية ومسؤولية أخلاقية.
أن يحافظ على الدم اليمني، أن لا يستهلك الدم اليمني في معارك خارج أرضه، يكفيها الجبهات التي لا زالت مشتعلة والتي يتسبب التحالف بقيادة السعودية في عدم إخماد وعدم تحرير هذه المدن، وزق بالشباب في معارك أخرى ليس لهم علاقة فيها. هناك مسؤولية على الشباب الناشطين برصد الضحايا، هناك رصد حاليا تم رصد أكثر من 140 فقط من عدة مديريات داخل محافظة تعز، 140 قتيل من محافظة مديرية جبل حبشي، من صبر ومديرية قليلة. الرصد مستمر، الجريمة كبيرة. نعم. وأيضا مسؤولية كبيرة على قيادة الجيش الوطني أن تمنع عملية السمسرة. نعم، ونحن بدورنا سنقف معكم إعلاميا في هذا الملف بما نستطيع لإيصاله إلى أكبر مستوى بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك المحامي عمر الحميري، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.